السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. حلقه السبت فوق الممتاز، حتى لو ما فيش الدوري الانجليزي الممتاز، بس في الاهلي خط احمر الساعه 9، وفي بيب جوارديولا عبقري التدريب والملهم في العالم وافضل مدير فني حاليا في العالم موجود اسبوع في مصر، لابد من استغلاله افضل استغلال، لان دي اهم وافضل دعايه ممكن تتعمل للسياحه المصريه عبر مدير فني هو الافضل حتى الان او في هذا الموسم في اللعبه. لازم نستغل وجود بيب جوارديولا. الحقيقه كان زيارته الاهرامات واستقبال المصريين ليه في الاهرامات، وانا عارف ان هو بينال رعايه خاصه جدا وعنايه خاصه جدا هو واسرته. الحقيقه صور بس بيب جوارديولا كده في وجود الاهرامات، وجود ابو الهول في المعابر في الاقصر، اللي هو خلاص رايح الاقصر اسوان، اهم دعايه ممكن تتعمل للسياحه المصريه. مهم جدا 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 ان الراجل ده يطلع بنظرة إيجابية واضحة عن السياحة المصرية والخدمات التي تقدم للسياح الأجانب. دي نقطة مهمة جدا، ومسؤولية كل فرد ممكن يكون داخل منظومة السياحة المصرية، وأي فرد ممكن يتعامل مع بيب جوارديولا. نتمنى أن القصة دي يتم استغلالها أفضل استغلال للسياحة المصرية وتنشيط السياحة المصرية. ورجاء يا جماعة، الكوميديا اللي بتحصل في وجود أن بيب جوارديولا جاي ياخد كورسات مع الكابتن رضا عبد العال، الموضوع ده لو انتشر السياحه المصريه هتتضرب. فرجاء يعني من باب المسؤوليه بلاش الكوميك اللي بيتعمل، لان مش بس السياحه المصريه اللي هتتضرب، ده الدوري الانجليزي اصلا هيتضرب وهو مش ناقص. يعني كفايه عليه اللي بيحصل من الدوري السعودي، وبداوا خلاص الملايين الدولارات والريالات تتحط في الدوري الانجليزي، وهتطلع دلوقتي عصاره لاعبي الدوري الانجليزي. فيعني كفايه بالله عليكم، يعني الناس العالم مش مستحمل كورسات كابتن رضا عبد العال. نروح بقى للجد والنادي الاهلي، والنادي الاهلي بلا راحه ومارسيل كولر بلا راحه. مفيش حاجه يا جماعه عند مارسيل كولر اسمها ان انا اريح وهدي الريتم، وده اللي فارق جدا مع النادي الاهلي هذا الموسم، واللي مخليه باذنك يا رب محقق العلامه الكامله، يتبقى بطوله كاس مصر وحسم الدوري رسميا. وعشان كده مارسيل كولر، كنت اقول بيب جوارديولا، يعني مارسيل كولر عندنا اهم حاليا. مارسيل كولر ما اداش راحه ومستمر من اجل الاستعداد لمواجهه منتخب السويس المهزوز نفسيا، يعني بحكم تصريحات المسؤولين في نادي منتخب السويس، لان عندهم يعني ما بينافسوش على الصعود زي السنه اللي فاتت لما اطاحوا بفيوتشر، لا ده كمان في المركز التاسع مع دوري المحترفين بيهبطوا لدرجه. طبعا رحيل الكابتن احمد ساري المدير الفني، ولكن الجهاز المعاون مكمل، وهم شايفين ان هم في اسوأ حالاتهم من وجهه نظرهم، بيواجهوا النادي الاهلي في افضل حالاته مع مارسيل كولر. ولكن دايما وابدا مباريات الكؤوس مباريات مفاجآت، ومنتخب السويس ده اطاح قبل كده بالزمالك سنه 90 من الدور نصف النهائي لكاس مصر بركلات الترجيح. فكل حاجه في كره القدم وارده، وبالتالي الجديه والاصرار هو شعار مرحله النادي الاهلي مع مارسيل كولر. عندنا اتكلمت في الكاس واتكلمت في الاهلي، اكمل مع الاهلي بس في لعبه تانية وارجع للكاس عشان عندنا كلام كتير قوي. النادي الاهلي في لعبه الكره الطائره، اللعبه الاسطوريه، التاريخ الكبير، الماسترز، قول زي ما انت عايز تقول، مع الكابتن ميدو مصلحه عملوا مواسم رائعه جدا جدا جدا. سيبك من ان النهايات كانت مش افضل حاجه للكابتن ميدو مصلحه، ولكن لا يمكن اغفال تاريخ او مجهود الكابتن ميدو مصلحي في صناعة تاريخ مع هذا الفريق، ولكن الفريق وصل لمرحلة من الإنهاك ظهرت في المواسم الأخيرة، وبالتالي أنت محتاج شغل كبير جدا 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 في قطاع الكرة الطائرة، محتاج شغل كبير جدا على مستوى الناشئين، لأن أنت خسرت على مستوى كل الأعمار السنية، وده شيء مؤشر في خطورة. وعشان تستعيد هوية تاني فريق الكرة الطائرة فأنت محتاج سنتين ثلاثة. دي ازمه بالتاكيد، ازمه بس بالجهد وبالشغل، وكابتن خالد العود الحقيقه مدير النشاط الرياضي عامل مجهود جبار جدا، وشفنا يعني عدد البطولات اللي من وجهه نظر استثنائي في تاريخ النادي الاهلي هذا الموسم في كل الالعاب والعاب الصالات. فالقصه فيها شغل ومجهود بيبذل، فيها شغل ومجهود بيبذل، في دعم من مجلس الاداره واضح للكابتن خالد العودي، في دعم كبير جدا واضح جدا من مجلس الاداره مع الكابتن خالد العودي. طيب القصه منتظره ايه؟ منتظره ان يكون في صبر شويه عند الجماهير، لان ده مهم جدا جدا جدا، لان كره الطايره مش هترجع للاستحواذ القاري مره اخرى غير بالصبر والمجهود، واننا نغير جلد الفريق بشكل واضح الفترة القادمة على مستوى الرجال وعلى مستوى
السيدات وفي معوقات بتحصل في قطاع الناشئين او في الاعمار السنيه من حيث التعاقدات من قبل الاتحاد المصري لكره الطائره، فانت بتحاول تكون اجيال تقدر تطلع تعتمد عليها لسنوات ممتده قدام. ومع ذلك وبرغم الصوره اللي انا وريتها لكم دي او وضحتها لكم دي، النادي الاهلي بيتخذ قرار بعرض محمد عادل دوله واحمد سعيد للبيع، والقرار لأسباب سابقة في الموسم الماضي بحكم العقود والإداري واتحاد كرة الطائرة والموقف اللي حصل ثم عودة أو الاختفاء العقود من اتحاد الكرة الطائرة، وواضح أن ثبت أن اللاعبان كان لهم دور في هذا الاختفاء، وبالتالي النادي الأهلي خد قرار تربوي بإنهاء العلاقة بعرضهم للبيع. طيب الناس هتقولي يعني أنت بتعاني في قطاع كرة الطائرة وكمان بتعرض للبيع، اللعيبه دي هتطلع فين؟ ما انت عارف انها تروح على الزمالك. انت عارف انها هتروح مش على الزمالك مباشره، وارد تاخد جوله في الخليج وده الاقرب، هيتسافروا لاي دوريات خليجيه، ثم بالتاكيد لو فوضهم نادي الزمالك وهم بيلعبوا في اي دوري خليجي بحسب العرض والطلب ممكن يجوا يلعبوا في نادي الزمالك عادي. الان هقول لك اذا كان النادي الاهلي اصلا مش الان وبشكل رسمي النادي الاهلي ما عندوش غضاضه انه يستقبل عرض رسمي حتى لو من نادي الزمالك طالما قرر بيع اللاعبين، وبالتالي لو جاء عرض رسمي حتى من نادي الزمالك هيتم الرد عليه بعرض رسمي من النادي الاهلي. وهذه المواقف ما بتحسبهاش حسابات بطولات وعدم وجود بطولات وتقوية منافس من عدم تقوية منافس، انت بتاخد القرار اللي انت شايفه يليق بمبادئ وهوية النادي الاهلي حتى لو كان متأخرا، ولكن في النهاية اخذت القرار المناسب الذي يتطابق مع تاريخ ومبادئ النادي الاهلي، وبالتالي مفيش ادنى مشكلة عند النادي الاهلي من رحيل اللاعبين حتى لو الرحيل ده هيكون لنادي منافس وهو نادي الزمالك. ده باختصار شديد. طب نرجع بقى للكاس. انا طول الوقت بقول لكم ايه؟ بقول لكم الغلطة التحكيمية في الدوري ممكن تقدر عليها، ممكن تتغلب عليها، ولكن الغلطة التحكيمية في كاس مصر بضاع البطولة او بحصولك على بطولة. وجينا كلمنا عن عملنا فقرة قبل كده في اخر 10 بطولات حصل على نادي الزمالك تسعة كان فيهم اخطاء تحكيمية. ده غير الاثنين دوري، يعني بتكلم على البطولات بقى كاس مصر وبتتكلم على الكونفدرالية وبتتكلم على بطولات من هذا القبيل، ماتش سموحة، بتتكلم عن ماتشات كتيرة جدا للزمالك، يعني المقصة اقول زي ما انت عايز تقول، كل ما يتقابل في الكاس المقصة يتعرض لظلم تحكيمي من الزمالك، كل ما سموحة يقابل الزمالك يتعرض لظلم تحكيمي، يا راجل حتى فريق بروكسي تعرض لظلم تحكيمي بعد حساب ركلين جزاء، فريق فاركو بيكمل المسيرة وبيتعرض لظلم تحكيمي واضح فادح باحتساب ركلة جزاء بهوية نادي الزمالك، بهوية كابتن فاروق جعفر، بهوية جمال حمزة، بهوية لاعبي نادي الزمالك في الحصول على ركلات جزاء. زيزو قرر ان هو يعمل جمب. طارق مجدي اللي انا قلت لكم قبل المباراة، خدوا بالكم طارق مجدي بينور معانا كتير، قرر يحتسب ركلة جزاء، لدرجة طبعا لاعبي فاركو اجتمعوا، يا كابتن والله ما فيها حاجة، يا كابتن ما ينفعش كده، هنلم نفسنا وهنطلع بره الملعب يا كابتن وهننسحب. والكابتن طارق مجدي ما هو يعني اتجاه واحد، هي ركلة جزاء. عمرو جمال حسبي الله ونعم الوكيل يا كابتن، حسبي الله ونعم الوكيل. واللعيبه كان واضح عليها احساس بالظلم مستحق، لان في فرق وانا دايما بقول لكم بين احساسك بالظلم وانك يكون واقع عليك بالفعل ظلم. طيب انا جايب الكلام ده منين؟ جايب الكلام من اراء خبرات التحكيم، ان بالفعل ده ما كانش احساس بس بالظلم عند لعيب فاركو، ده كان ظلم واضح باين فتح المباراه. كابتن احمد سيد زيزو بدل ما يروح الحكم يدي ضرب حرة غير مباشرة ويدي له انذار لادعاء السقوط والتمثيل، واضح جدا ان كابتن طارق مجدي حابب التمثيل واحتسب ركلة جزاء. موضوع قاسي جدا، ولكن الاقصى هو مش اعتراض كابتن جمال حمزة على كابتن احمد الشناوي، هو جدال كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم مع الكابتن احمد الشناوي، وهو الجدال المستمر في مباراه نادي الزمالك. كابتن حازم امام الراجل المسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، هو كابتن حازم امام المحلل اللي بيدافع عن نادي الزمالك في الحق وفي الباطل، ويطلع الكابتن ميدو يقول لنا اصل عامر حسين بتاع تضارب مصالح. طب بالنسبة للانتيم الكابتن حازم امام انت مش شايف انها تضارب مصالح؟ لا مش شايف. ليه؟ لان اصلا ميدو بيعمل تضارب مصالح بس بشكل فساد اعلامي، ان هو مسؤول داخل نادي الزمالك ومسخر قناة محايدة لخدمة نادي الزمالك والهجوم على الأندية الأخرى.
موضوع صعب جدا، ولكن المشهد ده تكرر اكتر من مره لكابتن حازم امام، ولك الله يا فرقه، ده طبيعه الحال. وبروكسي قبل منك، ما اعرفش مين القادم، لكن في النهايه هو ده دايما وابدا غالبا، عشان ما نقولش دايما وأبداً غالبا، مشوار نادي الزمالك للوصول للمباراه النهائيه بيكون عبر طاقم التحكيم. ده اللي بيحصل. هتقول لي بس المباراه انتهت 3-1 والكلام ده كله، اقول لك ده قرار مؤثر وهدف مؤثر في وقت انت ممكن تغير حسابات نادي فاركو على الاطلاق. ده باختصار شديد نادي الزمالك. عندنا قضية اخرى؟ عندنا قضية اخرى. القضية الاخرى ايه هي بقى؟ القضية الاخرى، القضية الاخرى ان في ناس ما شافتش مداخلة الحاج عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم معايا في الاذاعة، وفي ناس شافت ان المداخلة حوار شيق جدا، ولكن ينقصها بعض الاشياء او بعض الاسئلة، وربما السؤال الاهم هو ان انت ليه ما سألتش الحاج عامر حسين عن عقوبات نادي الزمالك في مباراة السوبر؟ وده ايجابي جدا انك تسأل سؤال، بس الفكرة كلها هو مين بيحدد السؤال الاهم، الحدث نفسه ولا فكرة ان انا اجيب تاريخ سابق للاخطاء او لعدم احتساب عقوبات ولا كان في حدث واضح جدا، الا وهي اللي ادعاء ما بين احمد حسام ميدو بمجاملة الحاج عامر حسين للنادي الاهلي. فبالنسبة لي انا ما عنديش اي غلطة في ان انا اسأل اي سؤال، ولكن الاهم في الحدث ده هو هل فعلا لجنة المسابقات جملت النادي الاهلي، فيتحول عضو مجلس الادارة لتفنيد باطل بيدعي ميدو واخرون من الاعلام المنتمي لنادي الزمالك. ومن وجهة نظري ده اهم شيء ممكن تطلع به من مسؤول يوضح ان لم يتم مجاملة النادي الاهلي على الاطلاق، بل ان النادي الاهلي اتطبق عليه اللائحة اللي كانت موجودة من اول الموسم. ده تمام. تعال بقى للسؤال الثاني او للجانب الاخر اللي انا تعرضت فيه نادي الزمالك. انا سألت بوضوح شديد عن احتفالات لاعبي نادي الزمالك بعد هدف، وعن سباب جماهير نادي الزمالك وعدم العقوبة. انا سألت السؤال وطرحت السؤال وتمت الاجابة عليه من الحاج عامر حسين، وتقدروا ترجعوا للمداخلة حتى لو اتفقت او اختلفت انت مع اجابته، لكن الراجل بوضوح قال لك انا راجل بطبق اللوائح. لو انت متضرر وشايف ان انا ما طبقتش اللوائح، في لجنة انضباط، الجأ للجنة الانضباط. خليني اوضح لكم باختصار شديد ان عقوبة كهرباء تم تحويلها لجنة الانضباط بسبب شكوى رسمية من نادي الزمالك. لو ما كانش نادي الزمالك اشتكى ما كانش في اي حاجة على كهرباء. فبالتالي لو انت متضرر ان في احتفال، يعني عجبني جدا زميلي خالد التريبي بيقول لك فين حق المجتمع يا حاج عامر من الاحتفال ده. فلو انت متضرر من ده تقدر تقدم شكوى. طيب ليه ما سألتش عن سؤال عقوبات نادي الزمالك في السوبر؟ اولا من وجهة نظر انا ان ده ما كانش الاهم حاليا، ثانيا ان بطولة السوبر دي هتلعب الموسم القادم ولها شكل او اكثر من شكل، فمش مستقرين، ثالثا نسيت باختصار شديد، يعني لان الحدث قضي باختصار شديد. المداخلة 28 دقيقة، وارد جدا يسقط منك سؤال يكون مش هو الاهم من وجهة نظرك، لان داخل انا الاهم بالنسبة لي انا مترجت حاجات معينة. لكن لما تيجي تقول هل انت ما بتسألش الحاج عامر حسين اي سؤال؟ ده الحاج عامر حسين طلع ترند بسبب الحماس والشغب بسبب سؤال مني. الحاج عامر حسين كلمته عن النائب احمد دياب في تصريحه بعد الجولة 26 ومعاقبة اللاعبين، قال لك اسأل احمد دياب، انا مش شايف ان ده يكون صح. وده عضو اتحاد كرة قدم وده رئيس رابطة الاندية بسبب الاسئلة. والحقيقة اللي لازم اقولها ان كل التصريحات اللي طلع بيها الحاج عامر حسين الموسم ده ترند بسبب سؤال بدأ من احمد اسامة، وده اذا كنت حابب اتكلم فيه فانا عايز اقول لكم مين الاعلامي الاخر اللي ممكن يسأل كم الاسئلة دي. وتعالى النقطة للمقابلة، لان ده بيقابله احترام من الطرف الاخر وشخص اخر، وهو عضو اتحاد كرة القدم المصري اللي عارف ان انا دائما وابدا هسأله اسئلة شائكة، ومع ذلك هو ما عندوش غضاضة ان هو يجي ويدخل معايا ضيف ويتسأل الاسئلة ويجاوب عليها. في النهاية هو بيوضح لك الاجابة، انت متفق مع الاجابة مختلف مع الاجابة، بس يكفي ان هو بيحترم اسئلة المتلقي وبيحترم اسئلة الجماهير، وكمان بيتعامل مع اتهامات جماهير الاهلي واتهامات جماهير الزمالك وبيرد عليها. فيا جماعة قبل ما يتم فكرة ان انت ليه ما سألتوش السؤال ده، شوف كم سؤال اتسأل
للحاج عامر حسين لم يكن يطرح في الاعلام الرياضي المصري، وشوف الراجل واحترامه ان هو عارف ان هيجي يتسال اسئله شائكه، وعادي جدا في مداخلات كتيره جدا بنطلبه يدخل مداخله وقت ما يكون في حدث ويجي ويجاوب ويجاوب بكل اريحيه، تتفق مع اجابته وتختلف مع اجابته، ده شغلك انت، لكن انا شغلنا شايف ان انا بعمله بشكل واضح جدا. نروح للنقطه الاخيره او قبل الاخيره، كاس العالم للانديه بمشاركة النادي الأهلي، النسخة اللي هي 32 فريق خلاص هتتلعب في أمريكا. يا ذكريات أمريكا، الناس بقى الكبيرة في السن شوية دي، جيل التمانينات الرائع ده هيفتكر 94. بالنسبة لي أفضل أجواء كاس عالم وأنا طفل كده، إن أنت تبقى قاعد الفجر والشاشات في الشوارع، زمان بقى الموضوع كان مختلف تماما، وقاعدين منتظرين مباريات منتخب نيجيريا وبيبيتو وروبرتو باجيو ومنتخب إيطاليا طبعا وباجو ومصارو والناس دي كلها، وكان طبعا بقى عندك بلغاريا ورومانيا والسويد، كان أجواء غير طبيعية في كأس العالم 94. هنعيش الأجواء دي ولنا فريق بيشارك في كأس العالم ولكن للأندية، والفريق هيكون النادي الأهلي، والنادي الأهلي هيشارك في نسخة 24 في السعودية و25 في أمريكا، على أن يكون بإذن الله النادي الأهلي أيضا مشارك في النسخة 2029. وأمنياتنا، أمنياتنا أن النادي الأهلي يكون الفريق المصري الوحيد المشارك، لأن الأمور هتبقى صعبة قوي يا جماعة، لأن نادي الزمالك لو شارك في نسخة 2029 حتى لو بعد 5 سنوات، ربما من الأفراح اللي تحصل من جماهير نادي الزمالك لا يتسع الكون لوجود أي نادي آخر غير نادي الزمالك، لأن الموضوع صعب جدا. جماهير نادي الزمالك نفسها بشكل واضح جدا أنها تلعب ولو مباراة واحدة في كأس العالم للأندية. مبروك للجيش الملكي المغربي، وهو ده آخر موضوع. الجيش الملكي المغربي مع الوداد البيضاوي المغربي كان في تنافس شديد جدا على الحصول على لقب الدوري المغربي، والاخر لحظة الجيش الملكي المغربي كان برا القصة بعد ما حصل تعادل 2-2 وبقى 4 دقائق، وفي الدقيقة 92 4 دقائق وقت بدل ضايع يتحسب ركلة جزاء للجيش الملكي المغربي يسجل هدف الفوز بالبطولة. الحقيقة الهدف ده ما كانش بس افراح في الجيش الملكي المغربي، ده كان افراح في مدرجات الرجاء البيضاوي المغربي. والحقيقة نادي الوداد تعرض لهزة عنيفة جدا بعد ما كان ماشي بشكل كويس، تقريبا واصل نهاية دوري ابطال افريقيا وحامل لقب وبينافس على بطولة الدوري وربما يحقق اللقب، ولكن اللحظة الفارقة هي لحظة المشجع الزملكاوي الذي اتى بعلم نادي الزمالك وردد وداد وداد مترجي مترجي، فخسر الوداد الجلد والسقط، لا دوري ابطال افريقيا ولا الدوري العام. شكرا لمشجعي نادي الزمالك الذين اسقطوا الوداد سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا، وهذا هو الحال، وده اللي يفسر لك ليه جماهير الوداد في مباراة الذهاب في نهائي دوري ابطال افريقيا لما حصل وحضر مشجع زملكاوي بتيشيرت نادي الزمالك حاولوا يخرجوه بره المدرج. ولكن على الجانب الاخر عايز اقول بغض النظر على تحفظي على احتفال فريق الرجاء بخساره فريق الوداد، وده موجود في كره القدم، لكن انا بحب دايما افرح بفريقي وانتصر لفريقي، ولكن خليني اقول لك ان تخيل الرجاء بعيد تماما عن التنافس ولكن الملعب متقفل عن اخره. جماهير الرجاء دي حاجه عظيمه جدا، جماهير الرجاء دي انا بحبها جدا، انا بميل ليها جدا، وعشان كده ديما رجاء وهي الاقرب بالنسبه لي لجماهير النادي الاهلي، جماهير اعظم نادي في الكون. يبقى دائما النادي الاهلي بجماهيره بثوابته بمبادئه بمجالس اداراته باجهزته الفنيه بلاعبيه باعضاء جمعيته العموميه منتصرا، يبقى دائما وأبدا فوق الجميع. سلام.